الآن لدينا تفاعل سايكلوبروبان مع الكلور أي كلورينيشن، سوف ينتج لدينا مركب واحد اسمه كلورو سايكلوبروبان. إذا عملنا كلورينيشن للسايكلوبروبان سوف يعطينا ناتج واحد هو كلورو سايكلوبروبان. إذا كان الكلور على هذا الموقع أو هذا الموقع يعطينا ناتج واحد، لأن قلنا أن جميع ذرات الهيدروجين في السايكلوبروبان متكافئة، فأي ذرة هيدروجين نستبدلها بأي ذرة سوف تعطينا ناتج واحد واسمه كلورو سايكلوبروبان أو برومو سايكلوبروبان أو أي مركب آخر. إذن جميع ذرات الهيدروجين في السايكلوبروبان هي متكافئة، عند استبدال أي ذرة كلور واحدة محل أي ذرة هيدروجين في أي موقع من ذرات الكربون سوف يعطينا ناتج واحد. لكن إذا عملنا another chlorination يعني إضافة جزيئة كلور أخرى إلى السايكلوبروبان سوف يعطينا أكثر من ناتج، لهذا سوف يصبح لدينا أكثر من نوع من ذرات الهيدروجين. فإذا استبدلنا ذرة هيدروجين ثانية والتي هي على ذرة كربون الأولى سوف يعطينا ناتج والذي هو 1-1 دايكلورو سايكلوبر، أي أصبحت ذرة الكربون الحاملة دايكلور حاملة ذرة كلور ثانية. ليش؟ يعني استبدلنا ذرة هيدروجين أخرى والتي هي موجودة على الذرة الأولى الحاملة على ذرة الكربون الحاملة ذرة كلور الأولى، فأصبح لدينا مركب وموقعه 1-1. يجب أن نحدد هنا المواقع، لأن ذرة الكربون حاملة أصبحت حاملة لذرتي كلور، لذلك يجب أن نحدد الموقع، فنقول 1-1 ذرة الكربون الأولى حاملة لذرتي كلور فنقول 1-1 دايكلورو سايكلوبروبان. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، إذا استبدلنا ذرة هيدروجين على موقع 2 لذرة كربون في السايكلوبروبان فيصبح لدينا مركبين. إذا كانت ذرة استبدلنا ذرة الهيدروجين من الأعلى فيصبح لدينا مركب 1-1-1-2 دايكلور سايكلوبروبان. إذا استبدلنا ذرة هيدروجين من الأعلى فيصبح لدينا مركب 1-2 دايكلورو سايكلوبروبان. أما إذا استبدلنا ذرة هيدروجين أيضا على موقع رقم 2 لكن من الأسفل سوف يصبح لدينا أيضا نفس المركب 1-2 دايكلورو سايكلوبروبان. لكن في هذا يجب أن أميز بين هذين المركبين، فالمركب الأول الذي تكون ذرتي الكلور على جهة واحدة له اسم، والمركب الذي تكون ذرتي كلور على جهتين متعاكسين له اسم آخر. فالمركب الأول أو رقم 2 الذي تكون ذرتي الكلور على جهة واحدة نضع كلمة سيس قبل اسم المركب، فنقول سيس 1-2 دايكلورو سايكلوبروبان. أما المركب الآخر الذي تكون ذرتي الكلور على جهتين متعاكستين فنضع قبل التسمية ترانس 1-2 دايكلورو سايكلوبروبان. في هذه الحالة ظهرت لنا ظاهرة الأيزومرات، التي تسمى الستيريو أيزومر، الأيزومرات الفراغية، أي بمعنى أن الذرتين الكلور على نفس الجهة لها نفس الارتباط، لكن أين الاختلاف؟ الاختلاف في الشكل الفراغي، أي the same bonding but different arrangement in its space، لها نفس الارتباط 1-2 لها نفس الارتباط، لكن أين الاختلاف؟ الاختلاف في الشكل الفراغي في الفراغي بالنسبة لذرة الكلور. يعني تكون الارتباط على ذرة كلور على ذرة كربون رقم 1 و2 وهنا أيضا على ذرة كربون رقم 1 و2، لكن الاختلاف يظهر في الشكل الفراغي. إذن في هذا الحالة يسمى هذا النوع ستيريو أيزومرز. أي الأيزومرات الفراغية. They have the same bonding but different arrangement in space. لها نفس الارتباط، على ذرتي كربون 1-2، لكنها تختلف في الترتيب الفراغي، وهذا النوع يسمى بالستيريو أيزومرز. الستيريو أيزومرز أيضا له نوعين. النوع الأول دياستيريومرز،
والنوع الثاني الإنانشومرز. النوع الأول دياسيومرز والنوع الثاني إنانشومرز. النوع الأول دياسيومرز أي تكون له ليس له صورة معاكسة في المرآة، أي إذا وضعنا مرآة بين هذين المركبين، إذا وضعنا مرآة بين هذين المركبين ليس له صورة معاكسة في المرآة، بمعنى أن نعم أن ذرة الكلور الأولى تقابل ذرة الكلور من المركب الثاني، أي المركب الثاني مع المركب الثالث، لو قارنا المركب الثاني مع المركب الثالث ذرة الكلور على رقم 2 تقابلها ذرة الكلور على رقم 1، وذرة الهيدروجين أيضا رقم 2 تقابلها ذرة الهيدروجين على رقم 1، لكن أين الاختلاف؟ أن ذرة الكلور على رقم 1 هناك ذرة هيدروجين على كربون رقم 2، وذرة هيدروجين على رقم 1 تقابل ذرة كلور على رقم 2، إذن ليس هناك لها صورة معاكسة في المرآة، إذن هذا النوع يسمى بالدياستيريومرز، دياستيريومرز أي ليس لها صورة معاكسة في المرآة. أما الإنانشومرز الذي لديه صورة معاكسة في المرآة، أي صورة الجسم عندما نقف أمام المرآة تفاصيل الجسم تكون معاكسة في المرآة. الإنانشومرز أي أن لها أي أن لدينا صورة معاكسة بالمرآة بكل تفاصيل الجسم، بكل تفاصيل الجسم. إذا الفرق بين الدياستيريومرز والإنانشومرز أن الدياستيريومرز ليس لديها صورة في المرآة كما في مركب 2 و 3 أي في السيس والترانس، أي في السيس والترانس. الإنانشومرز سوف نتكلم على هذا الموضوع إن شاء الله عندما نأتي إلى موضوع الستيريوكيمستري الكيمياء الفراغية. هذا أول. النقطة الأخرى العلاقة بين المركب compound 1 and compound 2، العلاقة بين هذين المركبين structural isomers، structural isomers الايزومرز التركيبية. العلاقة بين مركب 1 ومركب 2 العلاقة هي علاقة structural isomers. They have the different bonding and different name as this name structural isomer. أي لها أي تختلف في الارتباط وفي التسمية. تختلف في الارتباط وفي التسمية. هذا له ارتباط على ذرة كلور واقع على ذرة كربون رقم 1. هذا ذرة كلور واقع على ذرة كربون 1 و 2. إذا تختلف في الارتباط وكذلك لها اختلاف في التسمية. إذا العلاقة بين المركب 1 والمركب 2 علاقة structural isomers. They have different name and different bonding. لها اختلاف في التسمية واختلاف في الارتباط. إذا العلاقة بين مركب 1 و 2 أو 1 و 3 نفس الشيء، علاقة structural isomers أي لها اختلاف different name and different bonding.